بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم، أنا اسمي عبد الله رضا. النهاردة درسنا بيتكلم عن أعمال اسم المفعول، ودرسنا النهاردة مشابه لأعمال اسم الفاعل وأعمال صيغ المبالغة. أولا، اسم المفعول هو اسم بيدل على المفعول، يعني مثلا زي الرجل الممدوح خلقه كريم. في الجملة دي عندنا هنا اسم المفعول اللي هو الممدوح. هنا الرجل الممدوح هو وقع عليه فعل الفاعل، الناس بتمدحه فهو أصبح ممدوح، عشان كده اسمه اسم المفعول. في الحالة دي هنا ممكن نحن نصيغ الجملة دي بطريقة تانية، مثلا الرجل الذي يمدح خلقه كريم. في الجملة الثانية لها نفس معنى الجملة الأولى لكن اللفظ يختلف. هنا الذي يمدح، يمدح هنا فعل مبني للمجهول، وبالتالي خلقه هنا هتعرب نائب فعل مرفوع عن طرفه الضمة الظاهرة لصحة آخره بالقاف، عشان كده الضمة ظاهرة. فخلقه هنا بنعربها نائب فاعل. وبما ان الممدوح لها نفس المعنى ده، فبرضو كلمة خلقه هنا بنعربها نائب فاعل، وهو ده عمل اسم المفعول، ان هو بيرفع الاسم اللي بعده على انه نائب فاعل، وبالتالي بيعمل عمل فعله المبني للمجهول. يعني الممدوح فعلها مدح المبني للمجهول، او المضارع يمدح المبني للمجهول يمدح، وهنلاحظ انه الاثنين عملوا نفس العمل، وهو ده اعمال اسم المفعول. وعندنا برضو تقريبا نفس الشروط لاعمال اسم المفعول زي اسم الفاعل، اذا كان معرف بأل فما بيبقاش فيه شروط، أما إذا كان نكرة زي مثلا الطالب المجد ممنوح الجائزة، في الحالة دي عندنا اسم المفعول نكرة له شروط انه يعمل بيها، انه يعتمد على مبتدأ او موصوف او استفهام او نفي، وانه يدل على الحال او الاستقبال زي ما قلنا في اسم الفاعل وصيغ المبالغة. هنلاحظ هنا انه اعتمد على مبتدأ فهو يعرب خبر، وكمان اعتمد على بيدل على الحال، ففي الحالة دي بيعمل عمله وبيرفع الاسم اللي بعده، والجائزة هنا تعرض نائب فاعل. وهو ده كان درسنا النهاردة، أتمنى إنه يكون درس سهل، وأشوفكم المرة الجاية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.